تحية طيبة مشاهدينا الكرام وعيدا سعيدا للمرأة الموريتانية أينما كانت. نستهل نشرة الثامنة بأبرز العناوين. الوزير الأول يشرف بقصر المؤتمرات على فعاليات العيد الدولي للمرأة المخلد هذا العام تحت شعار مشاركة المرأة ضمان للتنمية. وفي إطار إحياء هذا اليوم مجموعة واكشوط الحضرية تنظم معرضا خاصا لإبراز مواهب النساء المعاقات والجهود الرامية لدمجهن في الحياة النشطة. مدينة كيهيدي تحتضن حفل تدشين توسعة شبكة مبادرات النمو الجهوي المعروف اختصارا بفينغر الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية. مرحبا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغلف صباح اليوم بقصر المؤتمرات فعاليات العيد الدولي للمرأة الذي يخلد هذا العام تحت شعار مشاركة المرأة ضمان للتنمية. تميزت هذه الفعاليات بتكريم 35 من المتفوقات في مختلف المراحل الدراسية تشجيعا لهن على التميز وتحفيزا على مواصلة العطاء. جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وعدد كبير من ناشطات المجتمع المدني والفعاليات النسوية. بداية مباركة انطلقت معها الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة 2014، عيد خلدته بلادنا هذه السنة تحت شعار مشاركة المرأة ضمان للتنمية، وجرت مراسمه بإشراف معالي الوزير الأول وبحضور عدة وزيرات لقطاعات حكومية حيوية جسدت تفاصيل حضورهن مكسبا حققته المرأة الموريتانية في ظل القيادة الحالية، قيادة أعطت أولوية للمرأة على كافة الصعد، هذا ما عززته كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالشواهد الحية. معالي الوزير الأول، إن وقف في هذا المقام لن تكون كافية لتعداد ما تم تحقيقه للمرأة الموريتانية في الآونة الأخيرة. إن الملاحظ البسيط والمتتبع المنصف يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن جهودا جبارة قد قطعت وأن مكتسبات هامة قد تم إحرازها، كما أن الطريق سالك للوصول لمختلف التطلعات المشروعة. ففي مجال نيل الحقوق عملت الحكومة وفق مقاربة متكاملة تتخذ من تعزيز وتنويع الترسانة القانونية الضامنة لتلك الحقوق والتحسيس بها ونشرها وتنفيذها أساساً ومنطلقاً. وفي هذا الصدد قام قطاعنا بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ومدونة الأحوال الشخصية، كما تم القيام بجهود جبارة من أجل القضاء على أشكال العنف المبني على أساس النوع. ممثل منظومة الأمم المتحدة في بلادنا وكالة السيد جان بيير بابتيست قال في كلمته بالمناسبة إن احتفال المرأة الموريتانية بهذا العيد يعبر عن حضورها المتميز في مراكز صنع القرار ومدى التقدم الذي حققته على مختلف الصعد والجهود التي بذلتها لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأضاف أن 8 مارس يشكل فرصة للمنظومة الأممية ووكالاتها وبرامجها ولمختلف المؤسسات الحكومية لتسليط مزيد من الضوء على الحقوق الأساسية للمرأة والوقوف على ما تم تحقيقه في هذا الصدد. المرأة الموريتانية واكبت المراحل الأولى لهذه التظاهرة في البلاد ووقعت في شهادة على ما تحقق للمرأة من مكتسبات في الآونة الأخيرة. فهمت التطور كبير به اللي اشرت به، اللي كانت المرأة هي الأخيرة في الأمور. قلت لك أنه من الرئيس قال إلى الأمام المرأة والشباب، معناها أن فمات التطور وفمات يهم والاتجاه الجديد به اللي كانت دائما ذي الأمور هي في الحقيقة ما كانت معطي لها من الاعتبار اللي كافي. تخليد اليوم العالمي للمرأة في بلادنا تميز بتوزيع جوائز نقدية وشهادات تقديرية للفتيات المتميزات في مسيرتهن التعليمية، وهي خطوة تشجع تعليم البنات أمهات المستقبل وتحث على تسلحهن بالمعارف لتتمكن من تحصين أجيال الغد. كما استمع الحضور إلى أغنية جماعية لمكفوفات. وتابع فيلما وثائقيا يتحدث عن المكتسبات التي حققتها المرأة. معرض مركز الترقية النسوية كان وجهة الوفد الوزاري، حيث تم الاطلاع على ما يحويه هذا المعرض من إبداعات وابتكارات وأنشطة نسوية مختلفة
كشفت عن قدرة المرأة الموريتانية على الخلق والإبداع. هكذا خلدت المرأة الموريتانية العيد الدولي للمرأة على غرار نظيراتها في العالم، وأبرزت مهاراتها وإبداعاتها، وأكدت قدرتها على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية. آمنة منتبة، التلفزة الموريتانية، من داخل أجنحة معرض مركز الترقية النسوية. وفي عاصمتنا الاقتصادية تميز تخليد العيد الدولي للمرأة بتنظيم حفل لتكريم عدد من النسوة المتفوقات في مختلف الاختصاصات على مستوى ولاية داخلة وذيبو. يأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار استراتيجية رامية إلى تشجيع الكفاءة النسوية واعتماد سياسة التمييز الإيجابي تجاه المرأة. تضمنت الانشطات المخلدة للثامن من مارس اليوم الدولي للمرأة على مستوى ولاية داخلة وذيبو توزيع جوائز نقدية وشهادات تقديرية على المتميزات في مسابقة دخول السنة الأولى من الثانوية ومسابقة ختم الدروس الابتدائية على مستوى هذه الولاية. وقد أبى قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على منح هذا التكريم الذي أصبح تقليدا سنويا لتشجيع البنات على التمدرس وإعطاء المرأة مكانتها اللازمة من خلال تشجيعها على التحصيل المعرفي. وقد عبر الحضور المكثف للمرأة خلال الأنشطة المنظمة من قبل المنسقية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على مستوى داخل وذيبو عن إدراكها للعناية التي أصبحت تحظى بها في مختلف البرامج والسياسات التنموية. في مجال تأهيل القدرات النسائية تم تنظيم دورات تكوينية في مجال المعلوماتية لصالح الفتيات، وتنظيم عدة تكوينات لصالح مربيات الأطفال، فضلاً عن التأطير المتواصل لمسؤولات التنظيمات النسائية. المنتوجات النسوية التي تم عرضها خلال هذه التظاهرة عكست قدرة المرأة في نواذيبو على الخلق والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية. في هذا المعرض تعددت الصناعة المحلية وتلونت بأفكار نسوية تسعى إلى تطوير المنتوج المحلي وإعطائه قيمة مضافة، والسعي إلى خلق فضاء للعمل والإنتاج في إطار جماعي يكفل للمرأة في هذه المدينة دخلا معتبرا ومواطن شغل دائمة لتودع بذلك عهدا من الاتكالية وتدخل مرحلة جديدة من العمل والإنتاج. وعلى مستوى ولاية الزمور، نظمت المنسقية الجهوية لقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة معرضا للمنتوجات النسوية شاركت فيه أكثر من 100 تعاونية، وهنأ الوالي نساء الولاية على الجهود الكبيرة التي يبذلنها والمشاركة الفاعلة لهن في عملية التنمية. وأوضح السيد عبد الرحمن الخضري أن الحكومة جادة في مسعاها الرامي إلى جعل المرأة شريكا أساسيا وفاعلا في تنمية البلاد. تميزت الاحتفالات في هذه الولاية بتكريم المتميزات من الطالبات في ميادين مختلفة. كما خلدت مجموعة واكشوط الحضرية العيد الدولي للمرأة بتنظيم تظاهرة تحت الشعار المرأة المعاقة في الوسط الحضري. تميزت هذه التظاهرة بتنظيم معرض خاص للنساء المعاقات، وذلك في مسعى إلى دمج هذه الشريحة في الحياة النشطة. نشاط المرأة المعاقة في الوسط الحضري شعار اختارته مجموعة واكشوط الحضرية لتخليد الثامن من مارس العيد الدولي للمرأة، وذلك لإبراز قدرات النساء المعاقات الإنتاجية ومساهمتهن في المسار التنموي للبلاد ودمجهن في الحياة النشطة ومواكبة وتثمين نشاطاتهن المختلفة، وذلك من خلال تنظيم معرض لمنتجات النساء المعاقات لمدينة واكشوط. تقوم المجموعة الحضرية ومن أجل تعزيز المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات بهذه المبادرة من أجل والهادف إلى تنظيم تظاهرة تشجيعاً ودعماً ومواكبة لأنشطة النساء المعاقات من خلال تنظيم عرض لبيع منتجاتهن من مختلف الصناعات التقليدية المحلية من فن وخياطة وتطريز وأعمال مهنية يدوية إلى آخره، بغضية دمجهن في الحياة النشطة ومساهمتهن في تنمية مدينة واكشوط، وذلك إيماناً منها بأهمية التنمية البشرية واعتبارها
أساساً لكل بنية اجتماعية واقتصادية، ومساهمة منها في دمج النساء المعاقات في الحياة النشطة وفي إطار دعم المجتمع المدني. وقد قدمت جمعية المسرحيين الموريتانيين إسكتشاً يعالج دور المرأة المعاقة الناجحة في تسيير الإدارة. بعد ذلك تجولت رئيسة مجموعة ورشوط الحضرية رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة لميلة من القطب المامة في أجنحة المعرض، وتعرفوا من قبل القائمين عليه على ما تضمه الأجنحة من فن الخياطة والتطريز والصناعات التقليدية المحلية والفن التشكيلي إلى غير ذلك من المنتوجات اليدوية التي تظهر بجلاء إصرار المرأة المعاقة وتحديها للإعاقة وإرادتها في المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما تميز تخليد العيد الدولي للمرأة على مستوى التلفزة الموريتانية بتغيير جذري للمفهوم التقليدي للعيد عند المرأة من الخلود للراحة في المنزل إلى النزول للعمل الميداني، حيث تم تكليف العاملات في التلفزة بإعداد وإنجاز المواعيد الإخبارية. هدية العيد التي قدمتها التلفزة الموريتانية لعاملاتها بمناسبة 8 مارس الذكرى الكونية للمرأة تشريف وتكليف من نوع خاص، يتجسد الأول في منح الصحفيات والفنيات شرف إنجاز النشرات والمواجز الإخبارية من الألف إلى الياء ومن الإعداد إلى البث بإمضاء أقلام وحناجر وأنامل فنية نسائية صرف، فيما يتكرس التكليف في تغيير المفهوم النمطي للعيد عند المرأة من الراحة والاستجمام والقعود في دفء البيوت أيام الشتاء إلى النزول لميدان الإنتاج بجدية وتفان في العمل ليحل الميكروفون وأزرار أجهزة المونتاج محل الحناء والإكسسوارات التجميلية المعتادة لدى بنات حواء في أيام الأعياد في امتحان مهني للقوى الإعلامية الناعمة. طاقمنا اليوم نسوي احتفالا بهذا عيد المرأة راجين للتقدم في السنة الجاية. عيد اشتغلت فيه للنساء كاملين، وهذا الحمد لله دليل على تطور النساء وذلك يذكر فيه ويشكر. اللي يميز عندنا هذا العيد انه عيد نهار خاص، التلفزة الموريتانية اللي مشتغل فيه الليل العليات يعني عند التقديم للتقارير للمونتاج، وراجي من عند مولانا انه ان شاء الله ينعاد علينا اكثر تقدم للمرأة ان شاء الله واكثر ازدهار. هذا النهار يميز ياسر من شبيه اللي اليوم يشتغلوا فيه الليل العليات، خاصة الإعلاميات في القطاع الفني وقطاع الأخبار وريبورتاج كامل معطي المرأة فيه الأولوية اليوم. هذا هو اللي ميز 8 مارس، وهذا زين عندنا اليوم حاسين علينا متفاعلين علينا معطينا الشغلة نحن كاملات. تجربة التلفزة الموريتانية هذه بتخصيص يوم عمل نسوي 100% إحياء لعيد السيدات في أول مؤسسة إعلامية عمومية تديرها امرأة يأتي ليعزز ثقة الإعلامية الموريتانية بقدراتها المهنية إلى كونه يقدم درسا لمن يهمه الأمر، مفاد أن حدود دلال أخوات الرجال ينتهي من حيث تبدأ لحظة الجد في العمل، ليتحول عيد المرأة من حيث المفهوم التقليدي المتجسد في الخلود إلى الراحة إلى عيد للرجل في التلفزيون. ويأتي تخليد المرأة الموريتانية ذكرى 8 مارس في ظل تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت حتى وقت قريب حلما بعيد المنال. قراءة في أهم الإنجازات مع الزميلة مغلاها من تليلي. 8 مارس آذار يوم لاك الأيام على ظهر البسيطة بالنسبة للسيدات وآنسات الكون، سر التميز يتجسد في شيء من عبق الإحساس بالتحرر من تراكمات اجتماعية كانت تحشر المرأة في ركن قصي منزو عن فضاء المشاركة الحياتية الفاعلة وتحصرها إكراها في أدوار نمطية يمثل غسل الصحون وترتيب جزئيات البيت الداخلي سقفها الأعلى والأوحد. من هذا البيت جاءت صرخة حواء مدوية عبر أركان المعمورة بأن قد آن أوان إشراك نصف المجتمع وحاضن النصف الآخر، يتردد صداها في موريتانيا تصميما على النضال الناعم من أجل نيل الامتيازات المستحقة وإرادة لا تستكين نحو المضي قدما من أجل تحقيق المكاسب لأخوات الرجال انطلاقا من مبدأ الجدية والفاعلية والإحساس بالمسؤولية. وفي الجانب الآخر المعبر عنه بصناع القرار في البلد
قُبل الحراك النسوي الوطني بالإعلان عن باقة إجراءات وقرارات كبرى تطال مختلف الجوانب التي تصب نهاية في مجرى ضمان إشراك حقيقي للسيدات في ترتيب جزئيات البيت الوطني الكبير، بدءا بسن ترسانة قانونية تضمن حقوق المرأة سياسيا وعلى الصعيد الاجتماعي، مرورا بتهيئتها في الجانب المعرفي حتى تكون على مستوى التحديات وإثبات الجدارة باستحقاق، وصولا إلى التمكين الإداري للمرأة من خلال التسهيل التدريجي لوصولها إلى مراكز صنع القرار في بادرة نزلت سعادة وابتهاجا على قلوب الموريتانيات بعد عقود من الإقصاء. وفي هذا السياق وبالتغلغل في أحشاء التفاصيل الجزئية، عمدت الدولة الموريتانية إلى المصادقة على معظم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مع مراعاة المرجعية الإسلامية للبلد، حيث صادقت موريتانيا على المواد المتضمنة في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لمأسسة النوع وإدماج بعد النوع في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر في مرحلته الثالثة. وعلى الصعيد الاجتماعي والعلمي، عملت الدولة من خلال القطاع المكلف بالشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة على صون الحقوق العلمية والاجتماعية للمرأة من خلال تنفيذ برنامج لتشجيع تمدرس البنات بواسطة دعم مؤسسات التعليم في الوسط الريفي، والتكريم ما يقارب 600 فتاة متفوقة في الدراسة تشجيعا لهن على مواصلة درب التميز. كما تم سن سياسات اجتماعية تكفل حقوق المرأة العاملة وتؤمن حياة الأمهات والأطفال الحلقتين الأضعف في النسيج الاجتماعي. وفيما يخص تمكين المرأة سياسياً، أفرزت الجهود المبذولة لإيصال السيدات إلى مراكز صنع القرار تسجيل تقدم ملحوظ في هذا المجال، حيث وصل عدد البرلمانيات 40 سيدة تحت قباب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إحدى حسنات تطبيق نظام النسبية. كما سجلت أرقام مشجعة فيما يتعلق بالتمثيل الحكومي وقيادة المؤسسات الإدارية الكبرى في الدولة، كل ذلك جاء تلبية لمطالب مشروعة بإدماج مستحق لعنصر يعد إشراكه الأداة الأوحد لضمان تنمية متوازنة فيما يؤدي تغييبه إلى شلل نصفي في الجسد التنموي للبلاد. وفي هذا السياق، دائما نظمت نساء الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بمناسبة العيد الدولي للمرأة ندوة حوارية بعنوان معا للدفاع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وناقش الحضور في هذه التظاهرة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة العاملة والسبل الكفيلة بضرورة تطبيقها. كما تطرق المتدخلون إلى واقع القطاع المصنف والذي تمثل المرأة العاملة أكبر نسبة من بين العاملين فيه، مطالبين بوضع نظم قانونية تعمل على دمج هذا القطاع في إطار منظومة التشغيل والترسانة القانونية التي تسيره. ونستضيف في نشرتنا هذه الليلة للحديث حول هذا الموضوع السيدة إنصار هامت محمد محمود، مستشارة الوزيرة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. مساء الخير سيدة المستشارة. مساء النور. بداية، عيدا سعيدا لك والمرأة الموريتانية. شكرا، وعيدا سعيدا لكنا أيضا العاملات في التلفزة وفي الحقل الإعلامي بشكل عام. وأعجبني كثيرا هذا اللي ميزت به اليوم في الحقيقة، لأنها هذا عمل جبار وجدي ينم عن جدية المرأة في تعاملها مع التعاطي مع الأحداث في الحقيقة بشكل حضاري. إذن عجبني كثيرا كون المرأة في التلفزيون اليوم عملت من هذا اليوم يوم عمل، يوم إنتاج، يوم عمل جدي، وهذا الشيء له منا كل التشجيع والاحترام. شكرا لك. بداية، ماذا تحقق المرأة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة؟ شكرا. أولا نتوجه بكل التهاني إلى المرأة الموريتانية بهذه المناسبة وإلى النساء في إفريقيا وفي العالم العربي وحتى في العالم كله. وهي مناسبة طبعا دائما 8 مارس هي مناسبة للوقوف على ما تحقق للمرأة وما بقي وماذا تطالب به. نحن نعتز بأن نحتفل بهذا اليوم هذه السنة، والمرأة الموريتانية تفخر بما تحقق لها من مكاسب جدية وفعلية في الحقيقة.
أولا قبل الدخول في بعض التفاصيل أود أن أذكر بأن المرأة هي المستفيد الأول من البرنامج الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية والذي تحقق بالفعل، سواء ما تعلق بالطرق المرأة هي أول مستفيد، لأن المرأة كانت في الريف كانت تموت قبل أن تصل إلى المرأة في حالة الولادة، في حالة كانت تموت قبل أن تصل إلى مكان العلاج، سواء ما تعلق بتوفير الماء الشرب، سواء ما تعلق بالقضاء على الأحياء العشوائية ومنح القطع الأرضية. هذه أول مستفيد منه دائما هو المرأة. كل هذه البرنامج، كل هذا البرنامج الإصلاحي أول من استفاد منه هو المرأة. ولعل هناك مكاسب أخرى نحن نميزها عن بقية هذه المكتسبات، منها حصول المرأة الموريتانية على نسبة معتبرة في الجمعية الوطنية هذه المرة هذه السنة، حيث حصلت على نسبة 21.4%، وهي نسبة معتبرة وقفزة حقيقة في مجال وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، خاصة بالنسبة إلى مستوى التمثيل الذي كانت موجودة فيه، كانت لا تتجاوز نسبة أعتقد 18% أو حواليها. كذلك أيضا النسبة معتبرة اللي حصلت عليها في المجالس البلدية، في هذه المجالس حصلت المرأة على نسبة 35%، وهي نسبة تجاوزت بالنسبة إلى المجالس البلدية بشكل خاص تجاوزت الهدف الخاص بمشاركة المرأة في صنع القرار، لأنه كان الهدف واحد من أهداف الألفية المتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار وحضورها فيه كان 33%، بالنسبة إلى المجالس البلدية كان 35%. كذلك أيضا حضورها المتميز في الحكومة، 6 وزيرات ومفوضة برتبة وزير، حصولها على مجموعة من القوانين التي تضمن لها بعض الحقوق التي كانت في حاجة إليها، منها مثلا حق المعاش الذي أصبح بإمكان ذوي المرأة المتوفاة المرأة العاملة أن يستفيد منه ذوها، وهي كان هذا الحق كان حكر على الرجل، ما كان يستفيد من الدخل بالنسبة للمتوفى إلا ذوي الرجل، أما ذوي المرأة ما كانوا يحصلوا على شيء من هذا، وهو حق طالبت به المرأة من الستينات ولم يتحقق إلا في السنة الماضية. كذلك ولوجها إلى وظائف سامية في الدولة كالقضاء، وهي أيضا دخولها إلى هناك امتيازات تمييز إيجابي قيمة به بالنسبة للمرأة على مستوى دخول التعليم العالي، الاكتتاب في التعليم العالي، حصلت 8 نساء على وظائف إضافية في سلك التعليم العالي، حصلت كذلك 50 فتاة على الحق في دخول المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والدبلوماسية، وهذا سيؤهل المرأة إلى الدخول مباشرة في الوظائف السامية التي لم تكن موجودة فيها كالقضاء والدبلوماسية إلى آخره. كذلك كما قلت لك مكن هذا البرنامج الإصلاحي بالنسبة إلى توزيع الأراضي مكن من ولوج المرأة إلى الحصول على الملكية العقارية، وهو أيضا كان مطلب، هو مطلب لدى كل النساء في العالم، ولوج المرأة إلى الملكية العقارية. بفضل هذه التوزيعات الأخيرة للأراضي حصلت المرأة على هذا الحق الذي كان تفتقده بنسبة كبيرة. فعلا كانت النساء تمتلك الأرض ولها الحق في امتلاك الأرض، لأن احنا قاعد بالنسبة لنا المشكلة ليست هي النصوص، المشكلة في تطبيق هذه النصوص. في مجال محاربة الفقر تم منح التعاونيات النسوية مبالغ خلال السنة الماضية آخر هذه السنة
الماضية سنة 2013 تم منحها مبالغ مالية لا بأس بها، وتستفيد من التكوين، وتستفيد من التكوين في مجال تنظيم التعاونيات، في مجال تسييرها، في مجال كذلك أيضا تستفيد من التكوين المهني لتعلم حرفة، ومثلا تستفيد منها في مجال محاربة الفقر. إذا السيد المستشار، هناك معوقات ما زالت تعيق المرأة الموريتانية، ما هي الاستراتيجية التي تبعها القطاع من أجل القضاء على هذه الممارسات الضارة؟ المعوقات التي ما زالت موجودة لدى المرأة ليست فقط على مستوى الممارسات الضارة التي ما زالت تعاني منها، وإنما هناك معوقات كثيرة، بعضها يتعلق بالناحية الصحية. المرأة ما زالت بحاجة إلى خفض نسبة الوفيات لدى المرأة الحامل التي تموت بنسبة كبيرة دائما من الأمراض الناتجة عن الولادة أو الأمراض المرافقة للولادة، وهذا ما زال تحدي قائم. ولو أنه تم هناك تعليمات أخيرا صدرت في هذا المجال، في مجال القضاء على هذا الخوف لما لدى المرأة، وهو الخفض من نسبة وفيات الأمهات بدرجة 3/4. هذا هو الهدف الخامس من الأهداف الألفية، وتم اتباع فيه مجموعة من الإجراءات بسبب التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا المجال. هناك تحديات أخرى تتعلق طبعا بالفقر، هناك ما يتعلق بالأمية، وهناك ما يتعلق بتسرب البنات من المدرسة، وهناك ما يتعلق بحصول المرأة الريفية على حقوقها في الحقيقة. وهذا في هذا المجال لدى القطاع مجموعة من السياسات والبرامج، اللي بعضها صدر وهو ينفذ الآن، من القيام بحملات تحسيسية في كل مثلا لتوعية المرأة فيما يتعلق بحقوقها، منه أيضا محاولة القضاء على هذه الممارسات الضارة عن طريق الحملات التحسيسية، عن طريق تمويل مجموعة من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها. هناك سياسة جديدة وهي سياسة الاستراتيجية الوطنية لمؤسسة النوع، وهذه الاستراتيجية هي استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الكثير من هذه المعوقات التي ما زالت تعيق المرأة، خاصة ما يتعلق بالعنف، ما يتعلق بمحاربة الفقر، ما يتعلق بكل ما تعاني منه المرأة بسبب كونها امرأة. هذا تتصدى له هذه الاستراتيجية، وهي الآن تم إعدادها وهي قد إن شاء الله الإصدار. إذن نشكر باسمكم مشاهدينا المستشار ينصر محمد محمود، وعيدا سعيدا لك مرة أخرى. شكرا. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة ملف خاص عن المكاسب التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، وذلك مباشرة بعد هذه النشرة. من النشاط البرلماني، عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم اجتماعا برئاسة النائب سيدي ولديدي رئيس اللجنة. خصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع قانون ميزانية وزارة المالية لسنة 2014. مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير المالية السيد جام جبار مرفوقا ببعض مسؤولي القطاع. أشرفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الدكتورة فاطمة حبيب رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي الفرنسي السيد ميشيل سابيه مساء أمس بمدينة كيهيدي على تدشين توسعة شبكة مبادرات النمو الجهوي المعروف اختصارا بفينكر. تفقدت الوزيرة صحبة ضيف بلادنا مختلف المشاريع التي يدعمها هذا البرنامج بمدينة كيهيدي. بعد اختباره في ولايتي العصابة وقديماغة
وعلى ضوء النتائج الإيجابية التي حققها برنامج تثمين مبادرات التنمية الجهوية المنصفة فينكر، والتي انعكست إيجاباً على إرساء مقومات التنمية القاعدية في بلديات الولايتين، ها هو برنامج فينكر يوسع نطاق تدخلاته التنموية ويدشن انطلاقته الفعلية في ولاية غورغول ليمكن بلديات الولاية من دعم مشاريعها التنموية ولخلق أقطاب تنموية تساهم في محاربة الفقر في المنطقة. افتتاح المقر الجديد لفينكر في غورغول شكل مناسبة لوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، شكرت فيها فرنسا على دعمها المتواصل لجهود التنمية في بلادنا. إن توسعة المشروع فينكر لتشمل ولاية غورغول الذي تحضرون فعاليته المادية اليوم يعد اعترافا حقيقيا بنجاح المرحلة الأولى من هذا البرنامج، بل أكثر من ذلك ترجمة للثقة التي حازتها حكومتنا لدى شريكنا المميز الوكالة الفرنسية للتنمية، ولهم منا في هذه المناسبة كامل الشكر والامتنان لجهودهم المبذولة من خلال برنامج فينكر، وكما هو الحال من مختلف المشاريع التنموية المتعددة التي تم تمويلها من طرفهم. وقد عبر السيد ميشيل سابين الوزير الفرنسي للشغل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي عن سعادته برؤية هذا البرنامج الطموح الذي تموله بلاده، يتغلغل في أعماق جيوب الفقر ويدعم البلديات الريفية ويخلق بها المنشآت التنموية الحيوية الأساسية. وقد تابع الحضور عرضا عن برنامج فينكر قدمه المنسق الوطني للبرنامج السيد النمين والعينينة، استعرض فيه حصيلة البرنامج في مراحله السابقة التي مكنت من تمويل 500 مشروع بغلاف مالي قرب المليارين من الأوقية وآفاقه المستقبلية. وزيرة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي زارت رفقة ضيفها الفرنسي نموذجا من تدخلات مشروع تحسين صحة الأم والطفل التابع لبرنامج فينكر، وعاين إسهامات هذا المشروع في الحد من وفيات الأم والطفل وترقية الخدمات الصحية في مراكز الأمومة والطفولة في الولاية. الوزيران عقد اجتماعا مع أعضاء رابطة عمد وبرلماني غورغول، أشاد فيه رئيس الرابطة السيد سي أداما بالدعم الفرنسي المتواصل لبلادنا، والذي يمثل برنامج وتدخلاته في الداخل الموريتاني أحد أهم تجلياته. وهنا بالعاصمة أدى الوزير الفرنسي للتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد إسماعيل بدول الشخص دي زوال اليوم زيارة للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. وتجول الضيف الفرنسي في مختلف مكاتب هذه الوكالة التي تستجيب حسب القائمين عليها لمواصفات التشغيل العصري من حيث التجهيزات والمعدات والكادر البشري. الوزير الفرنسي للعمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي السيد ميشيل سابيه صحبة وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال يؤدي زيارة تفقد للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. الوكالة تعتبر ثمرة شراكة بين بلادنا وبرنامج تيم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل قطب التشغيل في فرنسا. وخلال جولته في مختلف مكاتب الوكالة المحلية أعرب الضيف الفرنسي عن إعجابه بمستوى التجهيزات والمعدات المتطورة التي تمكن الكادر البشري المدرب من أداء مهامه بانسيابية ومهنية. وخلال حفل بالمناسبة أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب أن المواصفات التي تم اعتمادها في خطط عمل الوكالة تأخذ في الاعتبار نظم التشغيل الدولية. تم خلال السنوات الخمس الماضية خلق أكثر من 90,000 فرصة عمل شملت العديد من القطاعات والمجالات المتخصصة، مما خفف وبشكل كبير من وطأة البطالة بصفة عامة وبطالة الشباب بصفة خاصة، وهو ما أكده الاستبيان الأخير الذي أجراه المكتب الدولي للشغل حول البطالة في موريتانيا. الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب تقدم بلغة الأرقام خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 90,000 فرصة عمل وانخفاضا لنسبة البطالة من 30% إلى 11% في غضون السنوات الخمس الأخيرة.
ونعود إلى غورغول، حيث أشرف والي غورغول السيد محمد المصطفى والمحمد فال رفقة وكيل الجمهورية السيد المصطفى والسعيد على حرق 57 كيلوغرام من المخدرات والمستحضرات الضارة تم ضبطها بحوزة بعض المهربين. تشكل هذه الكمية حصيلة شهر من عمليات التفتيش ورقابة الحدود المتواصلة التي تزاولها السلطات الأمنية بصفة مستمرة عند المعابر الحدودية للولاية. تضم الكميات المضبوطة قائمة متنوعة من أصناف المخدرات والمواد ذات الصلة كالخمور والعقاقير والمستحضرات الكيماوية والنباتية الضارة. نظمت بلدية الرياض صباح اليوم بالتعاون مع سفارة فرنسا أياما تشاورية للنساء والشباب تحت عنوان من أجل الرياض النموذجي في التنمية المحلية. تهدف هذه الأيام التشاورية إلى تشخيص المشاكل المطروحة لهاتين الشريحتين الأساسيتين في المجتمع. وقد أكد نائب رئيسة المجموعة الحضرية السيد ساتيكي الجدو أنه بدون النساء والشباب لا تستطيع أن تتقدم البلاد، موضحا أن هذه الأيام ستكون ذات فائدة للجميع. أما عمدة بلدية الرياض السيد الشيخ والمعطى فقد أشاد بأهمية التشاور في بناء المجتمعات، مبرزا أن البلدية تنتهج سنة الحوار والانفتاح أمام جميع الفاعلين السياسيين والشركاء في التنمية والاهتمام الكبير الذي تريه الحكومة لفئة النساء والشباب. ونعود لعاصمتنا الاقتصادية، حيث احتضنت مدينة نواذيب مساء أمس ندوة بعنوان الأستاذ بنواذيب الواقع والتطلعات، نظمتها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بالولاية. تميزت هذه الندوة بعدة مداخلات تناولت واقع الأستاذ وتطلعاته والعمل النقابي. وشدد المنسق الجهوي لأساتذة نواذيب السيد المعلوم اللوبك على ضرورة الاقتناع بأن التعليم هو الحصن الحصين للأجيال، منبها إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بإرادة الجميع. وأثمنت المديرة الجهوية للتعليم على مستوى نواذيب السيدة صفية متبومبا هذه الندوة التي شكلت فضاء للعمل النقابي. من النشاط الحزبي في هذه النشرة، عقد حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية تواصل اليوم مؤتمرا صحفيا استعرض فيه رئيس الحزب السيد محمد جميل منصور موقف الحزب من التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية. وأكد رئيس حزب تواصل استنكار تشكيلته السياسية لكل المحاولات الرامية إلى المساس بالمقدسات الدينية. نحن خلال المرحلة الماضية كما تابعتم تجنبنا أن نقدم قراءة أو تحليلا لما يحدث، لأننا اعتبرنا أننا كحزب سياسي مسؤول عن اتخاذ موقف وإعلان موقف لا تقديم روايات، وأن المسؤولية في تأكيد الأحداث والأخبار ينبغي أن تكون على جهات التحقيق أمنية كانت أو قضائية. ولذلك آثرنا أن نقدم موقفنا المندد بجريمة الإساءة إلى المقدسات في مختلف مراحل هذه الإساءة الممنهجة، وأن نرفع عقيرتنا وصوتنا منكرين هذا المنكر وشادين على أيدي الشعب الموريتاني في إنكاره وإظهار ذلك بالوسائل السلمية وبعيدا عن أي مس بالأمن العام أو بالممتلكات الخاصة أو العامة. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الثامنة من التلفزة الموريتانية. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. الوزير الأول يشرف بقصر المؤتمرات على فعاليات العيد الدولي للمرأة المخلد هذا العام تحت شعار مشاركة المرأة ضمان للتنمية. وفي إطار إحياء هذا اليوم، مجموعة واكشوط الحضرية تنظم معرضا خاصا لإبراز مواهب النساء المعاقات والجهود الرامية لدمجهن في الحياة النشطة. ما
مدينة كيهيدي تحتضن حفل تدشين توسعة شبكة مبادرات النمو الجهوي المعروف اختصارا بفينكر الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية. في نهاية هذه النشرة لكم تحيات فريق العمل الذي كان نسائيا بامتياز من خلال التحرير وإعداد التقارير والناحية الفنية والإخراجية. تحية لكل النساء الموريتانيات العاملات والأمهات، وعيدا سعيدا وفي أمان الله.